هروح بقى اللي حصل في المؤتمر الصحفي، بما اننا بنتكلم في الصحفيين عشان نقفل الموضوع ده، اللي حصل في المؤتمر الصحفي بعد ماتش الطلائع والاهلي، مش عارف ازاي تصرف احمد سالم مدير الفني للطلائع. هو احمد سالم من الشخصيات المهذبه جدا، هو سوء تقدير منه طبعا، ودايما يعني ممكن عادي جدا يحصل في اي حديث او في اي مؤتمر صحفي ان الواحد ممكن يخرج عن شعوره. يعني انا جنبه الصواب في الموضوع ده، بس الموضوع يعني هل ما كانش يحصل تحذير من الاتحاد، توضيح؟ بص حضرتك برضو خلي حضرتك الكوره حاجه، الكوره ليها لجنه مسابقات تختص بملعب الكوره، عندنا لجنه انضباط تختص بعيد عن ملعب الكوره. اذا قدمت الاخت الصحفيه اللي كانت تتكلم شكوى في احمد سالم، بنجيب احمد سالم ونساله ونتكلم في الموضوع ده. لكن انت كده عشان اتحاد الكوره يبقى تجيب احمد سالم من غير اي حاجه. طيب اذا كنا خلصنا بقى الجزء بتاع